بس مبغضوك خزيا، أما خيمة الأشرار فلا تكون. نصلي. أبانا السماوي نشكرك لأجل وجودنا في حضرتك الإلهية، نشكرك يا رب امتياز كبير ورهيب وتأثيره لا حدود للتأثير حينما نستمع إلى كلام الله. لكن كلام الناس ده كلام الناس ده كله زي ما قال لنا يعقوب عن اللسان، اللسان من فين يا يعقوب؟ اللي خضره من جهنم. هذه كلام الناس كلام الناس كله غلط، كله غلط وكله أذية وكله نهايته جحيم. يا رب ارحمنا، ارحمنا لنقيم الأمور بحسب رأيك، بحسب قصدك، عشان نقدر نفهم المقبول أمامك والمرفوض منك. بس ما أنت كل حاجة، أنت كل شيء، فيك كل شيء، منك كل شيء، بك كل شيء. تكلم إلينا يا رب، نحن عبيدك سامعين. آمين. من ضمن الشواهد الكتابية العميقة على خراب الحكمة الإنسانية المقنعة سفر أيوب، لأن الثلاثة دول أكبر ناس عندهم حكمة في البشر، أصحاب أيوب دول. ولما ضرب أيوب جم بحكمتهم يعزوا، وهم اللي جابوا الأرض. أصحاح سبعة زي ما احنا خدناها قبل كده، إنه بيقول أيوب أليس جهاده للإنسان على الأرض؟ في جهاد، وفي أيام تمضي وينتهي يومهم بموته أو برقاده حسب مؤمن أو غير مؤمن، أو حسب شرير أو مؤمن، فيتحاسب. فالإنسان بيجاهد في الدنيا مش بيتلذذ، وده طبعا مظبوط. الدنيا دي ما لذة للأشرار وللمكرين وللخبثاء واللي بيقتلوا واللي بيخونوا واللي يعني بيعملوا الشر، لكن الأرض دي مش مكان لتلذذ الأتقياء، ولا يلاقوا فيها لذة خالص. الأتقياء عندهم لذة تاني اسمها تلذذ بالرب، فيعطيك سؤل قلبك. تلذذ بالرب ده معناها يفتح لك أبواب السماء مع الآلام، مش بغير آلام. بالنسبة للمنطق البشري في تفسير الروحيات، ما يقدرش يفكر أكثر من إيه؟ قد مخه كده، مخه تعيش كويس ربنا يعمل معك كويس، تعيش وحش يعمل معك وحش، وبالطريقة دي تنهدم أهم حاجة في الكتاب المقدس اللي هي إيه؟ النعمة. في طفيل النعمة هنا. إذا كان اللي بيعمله الإنسان هو اللي بيلاقيه، طب إيه الفرق بين ده وبين النعمة؟ النعمة إن الإنسان لا يمكن أن يخلص بدون فداء المسيح ليه، لأنه هو ميت، لأن أمه ماتت وأبوه ميت والموت دخل. الخليقة ليس فيها حي إلا من يؤمن بالخلاص بالمسيح اللي دفع ثمن خطية البشر. بس لكن حكاية اللي تبنيه تلاقيه، واللي يعني كل ده، يبقى انت مسؤوليتك انت يا انسان، انت
طب وإنسان يوصل للسماء إزاي؟ يعمل إيه عشان يوصل للسماء وكل أعماله كلها أقذار؟ يوصل للسماء إزاي؟ مش هيوصل. فهي بالظبط الإنسان عايش في الدنيا على طول، كل ما ميت وخلاص، وجيل ورا جيل ورا جيل، كل موت مفيش رجاء. لكن الطريق اللي رسمه الرب للخلاص غير طريق البشر خالص. هنا بيتكلموا أصحاب أيوب على طريق البشر المقنع، مش هم هايفين، لا هم مقنعين. يعني هنا الحكمة الإنسانية، الحكمة الإنسانية بولس قالنا غلط، صح غلط. طبعا بتتدرج الحكمة الإنسانية من حكمة إنسانية مغطية قوي وحكمة إنسانية باينة قوي إنها شريرة. فهم دول مسكين في الحكمة الإنسانية من طرفايها، مرة يتكلموا كلام صعب قوي ومرة يخففوا شوي. وكلا الحكمة هذه وتلك هي ليست من الرب، عشان كده أخطأوا. هنا في أصح 7 إن ترجى من الله إن هو يترفق به، وبيقول له أنا إيه يعني عشان تضربني كل ده وتقف قصادي؟ طب اغفر لي ذنبي، انا يعني هعمل ايه؟ هروح التراب اموت وخلاص. مش كل الكلام اللي قاله ايوب كويس، لكن يعني حق المحزون ما حدش ادهوله. يعني المحزون ده عنده كارثه جواه، لازم يوجد من يهدئه ومن يقدم له الله كمحب، مش الله كديان. وانت مليان غلط. ده كان صح 7. بلدد الشوحي بقى ايه؟ هنا الاول اتكلم معاه مين؟ اليفاز التيماني. اليفاز التيماني خد صح 4 و5. ايوب جاوب 6 و7. دخل بلدد الشوحي دلوقتي. اللي قاله اليفاز التيماني تقريبا قالوا بلدد الشوحي بس مضاعف لي في البهدلة أيوب، وكل شوية تتصاعد الحكاية لأنه إنسان. إنسان دي يعرف الحق فين، يعرف المحبة فين، ويعرف حق المحزون إزاي. عشان كده ربنا سر بداود أكثر كتير منهم جدا، يعني قال لهم كعبدي لم تتكلموا في الصالح كعبدي أيوب. فأجاب بلدد الشوحي وقال إلى متى تقول هذا؟ مالك بتتكلم كده؟ يقصد إيه؟ في الآخر الكلام كان أيوب قال له أخطأت، ماذا تفعل؟ عدد 20، يا رقيب الناس ليه نزلت اللكم فيا؟ أخطأت. طيب خلاص، طب ليه الملاكمة؟ طب ليه ما تخفليش اسمي؟ ما أنت كبير أوي يعني. فبيترجى الرب. فهنا رد عليه بقى، إلى متى تقول هذا وتكون أقوال فيك ريحا شديدة؟ هو ما ظلمش ربنا في حاجة، لأنه الله أبو الرحمة. طب أبو الرحمة يعني ارحمني. هل الله يعوج القضاء؟ هنا مسك في بلدت في القضاء، القضاء في آية في الكتاب المقدس قالها بلدد الشوحي هنا قلبها. اللي هو إيه؟ الآية اللي في الكتاب المقدس الرحمة تفتخر على الحكم، هنا الحكم يفتخر على الرحمة. بالظبط. فين القضاء يا أيوب؟ لازم أموتك. هو ما عرفش بلدد الشوحي حاجة عنه خالص، إن هو عمل حاجة غلط، بس المناقشة كده. وللأسف هذه المناقشة بتأخذ دور في الأبحاث الدينية يعني عنيف جدا، لأنه يبقى عبارة عن إيه الحكاية؟ مش فكر الكتاب إيه، لا أنا قلت إيه وده قال إيه ولازم أكسره. دي حادثة بشراهة يعني، بين اختلاف الرأي سواء 2 من طائفة واحدة أو كل واحد بطائفته، يعني ممكن توصل إلى أبشع صور الـ يعني الـ الكلام الهمج. وهنا طبعا برضو وصل بلدد لكلام همج.
هذا الله يعوق القضاء، عايز يغير القضاء عليك يا أخي. أو القدير يعكس الحق، يعني يقول لك أنت على الحق، أنت على الحق إزاي؟ الحكاية كده بكل بساطة يا أيوب. وجاب بقى إيه؟ معلومة مش موجودة خالص. جابها من فين؟ مش مذكورة إطلاقا في سفر أيوب. لكن بي بتخدم مركزه، بتخدم فكره، بتخدم رأيه. قال له بكل بساطة: إذ أخطأ إليه إلى الله بنوك دفعهم إلى يد معصيتهم. دي عايزة مشكلة. ليه أنت بتبرر عيالك؟ هم أخطأوا لله، مش أنت مش عايز تعرف أخطأوا بيه. هم أخطأوا، لكن لأنه في كارثة تعني أنهم أخطأوا. فهو مش قادر يفهم ربنا. طبعا يفهم ربنا، هما مش بتاع ربنا الراجل ده. هما اصحاب ايوب كده بيت غالبا بيحبوا يتطارحوا في الكلام، يتطارحوا في الروحيات، على اعتبار يعني ايه هما علماء وهو برضو كبير في السن شويه. ما اعتقدش بياخدوا رايه، لكن يعني بيتشاوروا مع بعض لانه ما بيسموش رايه خالص. إذ أخطأ إليه بنوك دفعهم إلى يد معصيتهم. فإن كنت، شوف بقى اللي أنت خسرته، ما خدش بالك أنت من الحكاية دي، لأنك أنت مفكر إن أبنائك دول أبرياء. فإن بكرت أنت إلى الله من أول ما تلاقي أول كارثة حصلت، وتضرعت إلى القدير، إن كنت أنت ذكيا مستقيما، طبعا صفتين، أولا ذكي بتفهم، ثم مستقيم يعني حالك مع ربنا كويس مش وحش، لازم الصفتين دول. إن كنت ذكيا مستقيما فإنه الآن يتنبه لك ويسلم مسكن مرك، يديله سلام يعني. والبيت كان ما راحش ولا حاجة ولا حد مات، انت الغلطان اصلا. فرد فعل اولادك ورد فعلك على الفعل اللي عملوه اولادك، واقتناعك الغريب ده انهم ما غلطوش. دي حكمة انسانية طبعا. اي حد في كارثة حصل، كارثة دي واضحة، بيت اتهد على اولاد ايوب، ماتوا الاولاد كلهم، والكوارث كلها جت فيهم واحد، سبع كوارث. طيب عندك رد على الكوارث دي؟ انت كل ردك انا وحش، انا مضروب، انا كذا، انا كذا، وليه يا رب تعمل فيها كذا وليه كذا، وبتتناقش مع ربنا كانه اخوك مثلا. ده ايه الكلام ده؟ اسال القرون الاولى. انت صحيح شيخ معانا واحنا ربما اقل منك في السن، وانت يعني يمكن حاسس انك انت احسن مننا في الحكمه. طب نسال القرون الاولى ليه؟ لانه احنا من اول، من النهارده وامبارح، يعني احنا مين احنا عشان نقدر نجاوب اسئلك العميقه دي؟ اسال القرون الاولى وتاكد مباحث ابائهم، بحثوا في الامور دي وقالوا ايه. وهنا ده يورينا انه موضوع وجود الله ده موضوع عمل يعني تفكير في الناس، لانه مش قادرين نقول مش موجود ربنا، وقدنا مش عارفين حاجه، مش شايفين حاجه عن ربنا. كان لسه الاعلانات يعني ما كانتش قويه قوي. لان نحن من امس، ولاد امبارح يعني، ولا نعلم، لان ايامنا على الارض ظل فجاه تخلص، فقبل ما حد يعرف حاجة تخلص أيامه. فهل يعلمونك اللي هم من دول اللي هم بحث آبائهم؟ طبعا هو ما يعرفش نفسه بلدت شوية، ما يعرفش. لكن استغل فرصة ان هو بمستخدم حدث معين يساعده في أبحاثه، هو مركز فيه قوي، اللي هو موت ولاد أيوب وما بعد ذلك. فهل يعلمونك؟ وجاب يعني حاجات معقولة يعني. يقولون لك اللي هم الآباء الأولين دول، اللي هم الأبحاث الأولين دول، زي الجماعة الأرثوذكس ماشيين ورا الناس الوهميين دول،
ومن قلوبهم يخرجون أقوالا قائلين، افترض له حكاية وجابها له قدامه، قالوا إيه بقى؟ هل ينمي البردي في غير الغمقة؟ بغض النظر عن التفسير، البردي ما ينموش إلا في الغمق. فبيقول له هل ينمو البردي في غير الغمقة؟ شفت أنت في عمرك دي أيوب؟ قالوها عليك الآباء، ممكن البردي غالبا الغمقة دي يعني زي مية كتيرة كده فبينمو فيها البردي، ينمو لو حد يطلعها لي بيسعدني في غير الغمقة. حد شايف حاجة؟ أو تنبت الحلفاء بلا ماء، الحلفاء برضو نبات كده بيحتاج مية كتير. حد قال لك كده أيوب؟ يعني يعني المقصود إن ولادك أشرار جدا لأن رب ضربهم جدا، مش هتيجي بل ولا من عمل، مش هتيجي كارثة إلا من عمل. مفيش حلفاء إلا في مية، مفيش غمقة إلا في مية، يبقى في مية عشان نباتات حلفاء، وفي غمقة عشان غمت حلفاء، وفي مية عشان طلعت بردي. وهو بعد في نظارته لم يقطع، ده بعد يعني بيتكلم لسه عن الغمقاء والحامق، يعني هي أول ما تكون ابتلت كده بعد في نظرته وتنقطع المية قبل ما يقطع قبل ما يبقى حلفاء ييبس قبل العشب، مفيش خالص، فين الحلفاء اللي كان؟ مفيش مية أصلا، انتهت. هكذا سبل كل الناسين الله. إنسان عايش في راحة على اعتبار ربنا يخليه يتوب ويرجع، ومستمر في الشر بتاعه، ده الاقتراح بتاع عبد الشوحي، ان الشر جدا من ايه؟ من مية شر حواليه، اللي هي هل ينمو البردي في غير الغمقة او تنبت الحلفاء بلا ماء، وبعدين الشر احنا خلص المية فالولاد ماتوا. شفت ازاي الفكره بتاعتها؟ ومقتنع طبعا بيها جدا هو بلدر الشح، بس اشكر ربنا كلمهم في الاخر عشان يعلمهم، مش لحاجه، مش ما اهلكهمش ان شاء الله، يلفوا السماء كلهم الاربعه يعني، واولاد ايوب ان شاء الله، لان لما رجع له ما رجعلوش قدهم، رجع ما قدهمش مرتين، قدهم مره واحده لان التانيين موجودين. وهو بعض في نظراته لم يقطع، يعني ما كبرش عشان نقطعه، اللي هو الحلفاء والبردي ده، ييبس قبل كل العشب. هكذا سبل كل الناسين الله، ورجاء الفاجر يخيب. ما نلاقيش فرق بين كلام سليمان ودي، لأن فعلا رجاء الفاجر يخيب، بس هو هنا بيتكلم عن ناس مش فاجرين وعايز يتهمهم بالفجور، لكن ده الفاجر هو الفاجر فعلا. يعني يقول رجاء الفاجر يخيب، قصده ولاد أيوب؟ لا، القصد غلط. القصد غلط، والدليل على كده ان كلهم رجعوا، مش هم قعدوا بس جم تاني زيهم بالظبط، تكاثرت الأولاد كمان. ومن هنا نكتشف حاجة في الطبيعة البشرية، إن لما يكون واحد متضايق من حد ما يقدرش يمنع أو يقدر يخبي الكراهية دي، تلاقيه بيصدرها على طول، واحتمال يكون الكراهية ملهاش معنى، أو ما تصوره الأخ ده في الأخ الآخر مش موجود، زي ولاد أيوب وبلدر الشوحي. أنت جبت من فين الأخبار دي كلها؟ أيوب طبعا عارف عياله كويس،
عشان كده تكلم بالصدق مش زي بدل شو كلام الكذب. افترض افتراض وقاله والقى لذيذ كده وراح مصر عليه. نعم غامق عن المستنقع. نعم اللي هي الغامقة اللي هي مية وطين كده قصدك مش كده ولا ايه؟ هي المفروض ان البرد بينمو في الحتت دي الحتت الوسخة يعني طين. شكرا. الحلفاء هو ايه؟ هو انا عارف ده حاجة موجودة في مصر الحلفاء ده لان حطته موسى بين الحلفاء. اوكي الحلفاء نمتات مائية يعني. وهو بعد في نظراته لم يقطع يبس قبل كل العشب هكذا سبل كل الناسين الله. الغريبة انه هو يعرفه من فين ولاد ايوب. لا تخيل انه شافوهم مرة. لان دول كبار على ولاد ايوب قوي بتاع ايوب نفسه يقعدوا مع ايوب نفسه. هم عرفوا من فين ولاد ايوب واخلاقهم وشرورهم وفجورهم وناسين ربنا. قال هو ايه من فين جه من فين جه كل ده؟ من القلب اللي بيميل لكده بيميل لكده. ايه ده الضرب اصلا احنا ما اتضربناش ولادنا حلوين ولادهم هلكوا خالص ثروتنا قاعدة ثروته ضاعت خالص احنا بحسن منه كتير اوي. سبل البشرية في تفسير الأمور الروحية وهي كلها تحت الجزمة. أخطر شيء تفسير الأمور الروحية بالمخ البشري. هكذا سبل كل الناسين الله ورجاء الفاجر يخيب فينقطع اعتماده. ومعتمد على ايه؟ متكلوا بيت العنكبوت. قال انا اتسلق العنكبوت دي. مش هيتسلق طبعا. عايش احلام العنكبوت. وادي مصيرك مع اولادك. بس هو اللي عايش احلام الكبوت انت يا بنت. انت افترضت افتراضات من اين اتيت بهذا؟ عندك دليل؟ انت يا رب اديتني الدليل انا مالي انا؟ ما انت ضربتهم ضرب متبحش. خلاص يبقى هو ده دليل. مين قال لك انت فاهمني ازاي؟ يعني ازاي انت تصورت انك فاهمني؟ ده انا كل ده علشان اكتب سفر اسمه ايوب واوري عاقبه الرب للمتقين الله وامجد الصبر. صبر ايوب وراينا عاقبه الرب. بأزكي شيء عظيم اسمه الصبر وحملت أيوب صبر لا يحتمله بشر. فينقطع اعتماده ومتكله بيت العنكبوت. يستند إلى بيته. كان مستند على إيه؟ بيته. بيته ريح طائرة البيت فلا يزبط. ويتمسك بيه. البيت اتهدى خلاص. وتهدى على عياله وماتوا عياله. واو. اتهدى بقى ايوب. وايوب راجل. ما شافش ربنا ولا طول عمره شاف ربنا كده خالص. دي حادثة اخيرة في حياته الاولانية لغاية لما عشان كده عم كمل عمر تاني. بيستغربها ايوب. بيكلم عربي ده ما تسامحني وخلاص. يعني وانت المسامحة عندك دي صعبة؟ وانت مين يقف قدامك؟ هو رطب تجاه الشمس وعلى جنته تنبت خراعيبه. ده كمالة عدد 15. يستند إلى بيته فلا يثبت يتمسك فلا يقوم. وبعدين بيقول ليه بيتك ضاع؟
رطب تجاه الشمس، نشفته الشمس، نشف فيش بيت، هو رطب تجاه الشمس، وعلى جنته الزرع اللي في البيت ده تنبت خرعيبه، يعني حتى الجنينة بتاعت البيت ضاعت خلاص. خرعيبه مش عارف تترجم ازاي، خرعيبه، خرعيبه يعني جايز الأغصان ولا حاجة هدت البيت. ساعديني يا إيمان. وأصوله بتصار مثلا أصول البيت مشتبكة في الرجمة، الرجمة دي معناها شوية حجارة كده واشتبكت معاه، فالرجمة راحت هاجمة على البيت ومكسراه. فترى محل الحجارة، محل الحجارة يعني بيت الحجارة، أي بيتك اتملى بالحجارة، حيطان مهدومة، ولادك ماتوا جوا البيت. عايز دليل تاني؟ ده تصور بلدان الشوحي، والتاني قاعد متألم بينه وبين سيده وبيترجى سيده. الرجاء أيوب أعتقد لم ينقطع هنا مع كل الزحمة الكلامية دي والإقناع البشري اللي كان ممكن يدوب يفتك بنفسه. إيه ده صحيح الراجل ده بيتكلم صح؟ لا الراجل ده بيتكلم صح، أنا عارف ربي، عارف إليه، عارف إليه. في أفتكر سؤال في العهد القديم بعد مش فاكر مين سأله، قال له أفتبتلعني؟ طلعها لي برضو اللي يعرف الحتة دي. من أيوب برضو، من أيوب، أفتبتلعني؟ مقتنع بالفكرة دي. طب إيه رأيكم في يعني 90% من المؤمنين في العالم، المؤمنين أنا مستثني كنت منهم أنتوا الثلاثة يعني، مش ما وصلوش لمستوى أيوب ده. ايوه بلعني بلعني موتني فرسني فرسني، ده ايه ده؟ ده اسمه اين ايمانكم؟ اين ايمانكم؟ اللي هو عاشوا ايوب من زمان خالص، مش هيبلعني مش هيبلعني. الإيمان هو الثقة بما يرجى، الرجاء إيه؟ مش هيبلعني، واثق. الثقة بما يرجى، الإيقان بأمور لا ترى، أنا مش شايف، أنا شايف هتبلع مش هتبلع، ده هو الإيمان. مش الإيمان يعيش إيمان الناس المسلمين مثلا اللي عايش وهم كده في الآخر بيفتري في ربنا. يا رب ارحمنا يا رب. وصلنا لفين؟ وصلنا ل16. ورطب تجاه الشمس وعلى جنتي لبيت بتاع عيالك ده اللي كب عليهم والشمس نشفته ونزل وكسر وموت عيالك، وعلى جنته تنبت خرعيبه وأصوله مشتبكة في الرجمة، يعني الحجارة كملت عليه، فترى محل الحجارة، الحجارة هي اللي وقعت هنا جنبك، ده دليل أنه غضب الله عليك. عدد 18، إن اقتلعه من مكانه يجحده قائلا ما رأيتك، يعني لو البيت ما اتشال خالص مين يعرف الكارثة بتاعتك، لكن هو ما اتشالش وقع عليهم، عشان ربنا يخلي ذاكرتك تفتكر كده على طول وتعرف كده على طول. عشان كده بيقول ايه؟
فترى محل الحجارة، شايف حجارة لو وقعت من بيتك فين، وشايف الرتب اللي هي الرجمة وقعت عليه ازاي، يعني الحادث علني، البيت اتهد، وادي الهدوء اهو، ريح شرقية جات هدت البيت من جابها ربنا. عايز ايه دليل اكتر من كده؟ ربنا غضبان عليك. ان اقتلعه من مكانه يجحده قائلا ما رأيتك. برضو عايز تفسير شوية في 18، قولي تاني يا مان استعالي. إن اقتلعه من مكانه. يبقى التفسير مظبوط، أنا افتكرت إنه عكسه، لا التفسير مظبوط، نشكر رب. إن اقتلعه من مكانه ما حدش يعرف إن كان هنا فين، لكن دلوقتي علامة على إن بيتك اتهد يا أيوب، هتفتكرها على طول، وكل ما تمر هنا تفتكرها على طول. يجحده قائلا ما رأيتك يا بيت. هذا هو فرح طريقه. عارف الحل ايه بقى؟ ابو فقاقه جاب له كل الحلول لكل مشاكله ولا واحد منهم حل، لانه ايه، بمخه شغال وبفكره شغال وباتهامه ويعني تفضله على ايوب في الحادثه دي شغال، وكل ده جواه بيشتغل، سواء اللي فاز التيماني او بلدر الشيوعي او جشم العربي. هذا هو فرح طريق. عارف فرح طريق الرب ايه؟ تتوب وترجع ابنه لك تاني. هذا هو فرح طريقي، ومن التراب ينبت اخر، يطلع لك بيت تاني. اسمع، هو ده الله لا يرفض الكامل، خليك كامل تعدل، ما تقعدش كده في خيالاتك، فوق من اللي انت فيه، ولا ياخذ بيد فاعل الشر لو انت واحد منهم. هو بالظبط في واحد قالها، مين اللي قالها؟ معزون متعبون كل كله قالها، ايوب. يعني هو ده بالظبط احسن وصف لمعزي. أحسن وصف لمعزي. تفضلي. شكرا يا إيمان، شكرا شكرا. دي الأصول بتاعت مين؟ بتاعت أيوب. أي إنسان شرير كده. الكلام مش غلط قوي، بس مش على أيوب. تقي ليس مثله في كل الأرض، تفتري. مش على أيوب، أيوه على كل الأشرار بتوع الأرض ينفع الكلام ده، لكن أنت تلخبط لأنك شفت أيوب مضروب وأنت مش مضروب، فتغايت بقى، ومش بس انت، انت والاثنين اللي معاك تغايتوا على ايوب، وانت شرير وعندك خراعيب شريره وتهد، وانت اللي هدد، انت المسؤول عن كل ده، هو راجل متقي الله. هو ذا الله لا يرفض الكامل ولا ياخذ بيد فاعل الشر، انت لغايه دلوقتي فاعل شر. عندما يملأ فاك ايه؟ يا سلام، امتى تضحك بقى ايوب؟ يبقى ربنا راضي عنك. عندما يملأ فاك ضحكا وشفتيك هتافا، تبقى انت بقيت زينا كده، ناس فرحانين مزقططين
متوردين، يلبس مبغضوك خزي، أما خيمة الأشرار فلا تكون. ده جزء، مش عايز أقول كله جزء في الحكمة الإنسانية، لكن ده جزء عميق في الحكمة الإنسانية. الحكمة الإنسانية اللي هي تقنع أي حد بيحب الواحد يقنعه بآه أو لأ. مرة واحد صاحبنا كان بيشتغل في الأجزخانات عند الدكاترة، بيبيع أدوية، يعني مش زي بيع، يعني بيعمل زي سامح مثلا كده، اللي هو يعني دعاية. دعاية. فمن ضمن، يعني واحد حكى لي كده، من ضمن المهم في الدعاية انك ما تظهرش انك بتدعو قوي للدواء بتاعك، المبالغ فيه لا مش حلو، اعتمد على كلامك. يعني ايه؟ يعني الدواء ده كويس وممتاز حاجة، لكن الحقيقة ده ما تقولش وحش. الدواء ده كويس ويفيد وناس كتير بتستخدمه، أما اللي بدهولك ده ده ايوان. الحكمة الإنسانية كده بتبيع الكلام، بتبيع المواقف، بتبيع يعني كل شيء لأجل في الآخر تاخد فايدة، تاخد ممكن مركز، تاخد مدح، تاخد مجد. عشان كده يقول لك ده كلامنجي، بيعرف يتكلم كويس. وعلى فكرة المهنة بتاعت بيع الأدوية دي مربحة جدا، مربحة جدا، ممكن تربح أكثر من الدكتور نفسه. من كتر الأدوية طبعا بتكسب كتير جدا، فلو واحد باع وعنده بيع قوي يصل إلى أرقام فلكية. وأغنى واحد، من أغنى واحد في مصر اللي هو عنده المصانع بتاعت الأدوية، ده تاني أغنى واحد أصول بعد اسمه ايه ده اللي هو اسمه ايه؟ ساويرس. تاني واحد بعدي اللي هو كان بيشتغل معاه سامح، اللي عامل سي تي في، باسيليا، غني جدا. كانت آخر بيع عليه بكذا مليون دولار، مش عارف مليون ولا اتنين، بس مصنع واحد. طب امال كذا مصنع دول ايه؟ يعني فهي، يعني عايز اقول ان بيع الكلام ده يكسب كتير قوي. هو بيع الكلام، بيع الكلام، بيع الكلام، بيع الكلام، لدرجه بيسموها ازاي تبيع نفسك للدكتور بحيث الدكتور يشتريك. يشتريك يعني يشتري الدواء منك، يعني خلاص تبقى انت رجعت وخدت مكسب كويس. ده في الدنيا هنا، وفعلا بايعين الكلام هنا بيكسبوا كتير قوي. لكن الحقيقة بالنسبة لله هو اللي دايما يشتري من الله، مش يبيع له. لأعرفه وقوة قيامتي وشركة آلامه متشبها بموتي، بيقلد ربنا، يكسب ربنا، يتبع ربنا، يمجد ربنا، أهو ده اللي ليه في السماء. غير كده مش هيروح السماء خالص. كل واحد دعايته لنفسه، شهرته لنفسه، كله ده الشياطين بتعمله. الشيطان عايز يرفع كرسي على نفس الحكاية. أنا بإنسان عايز أكون فوق خالص، هتبقى تحت خالص، لأن كل من يرفع نفسه يحصل له إيه؟ انخفض. كل من يتضع يرتفع. طيب ده احنا خدنا بقى هنا إيه الموضوع في آخره. وآخر كلمة يعني إداها كده بلدد الشيحي برجاء لأيوب، قال له هو ذا الله لا يرفض الكامل، خليك كامل يا أيوب بقى، غير التفكير بتاعك ده خالص، ولا يأخذ بيد الأشرار. لو بقيت كامل هو ذا يملأ فاك ضحكا وشفتيك هتافا،
كمان إيه؟ يلبس مبغضوك خزيا. أما خيمة الأشرار دي اللي ختمنا بيها فلا تكون حاسب من الخيمة دي يا أيوب. يباركنا الرب يباركنا الرب. بس أيوب احتمل كتير قوي. ما عرفش لو واحد فينا محزون وراح قاعد معاه ثلاثة قعدوا معاه القعدة اللي يحصل له بعدين. ربنا يرحمنا. معزون بس ما قال لهمش حاجة غلط. معزون متعبون كلكم. عبارة رقيقة جدا يعني. ما عرفش ألوحش كده. هنشوف على أي حال. طيب نختم الترنيمة رقم كام؟